يأكلون ويشربون في الكويت، ورغم ذلك خانوا الكويت مع العراق، قاموا بدعم العراق ضد الكويت. وكيف لهؤلاء أن لا يخونوا المغرب وها هم حاليا تيدعموا في الانفصاليين ضد الوحدة المغربية؟ والخوانجية عجبهم الحال وكيتفرجوا. هذا فيديو موجه لأصحاب القضية الكوفية، نشاهدوا هذا المقطع من الفيديو ثم نعود من جديد. الفلسطينيين خانوا الكويت 1990، خانوا الكويت. Those the same people انتم بتدافعوا عنهم، خانوا الكويت. هادو هما أصحاب القضية الكوفية اللي كيدعموا القضية الوهمية في جنوب المملكة المغربية. تخيل معايا يا أخي المواطن ويا أختي المواطنة، أنت قلبا وقلبا ودعما مع أصحاب القضية ظالمة أو مظلومة، ولكن انت هاد الناس اللي انت واقف معاهم بالوقفات الاحتجاجية وبالدعم، وما كاينش شي متجر في المملكة المغربية من المتاجر الكبرى او الاسواق التجارية الكبرى في المغربية ما تنلقاوش فيها واحد الصندوق فيه الدعم للقضية، ولكن هاد اصحاب القضية راه هما بنفسهم كيدعموا وكيمولوا ومع القضية الوهمية في جنوب المملكة المغربية. انت معاه قلبا وقلبا لانه مظلوم، ولكن هو في نفس الوقت هو ماشي معاك، هو مع شي حاجة سميتها تقسيم الوحدة المغربية. دابا انا كمواطن مغربي مني غنكون واقف مع واحد الشخص وكان ضامن معاه ماديا ومعنويا وهو ضدي وكيدعم اي انفصالي في الوحدة المغربية، فهذا امر خطير وخطير جدا. وشفتوا صاحب المهابة مالك المملكة المغربية حفظه الله ونصره، مني صيفط من المال الخاص ديالو ارسل الاغطية والافريشة والادوية والمواد الغذائية وبزاف ديال هذا الدعم لاصحاب الكوفية. ولكن اصحاب الكوفيه اليوم هم ضد الوحده المغربيه. دابا هذا الشيء باش انا كمواطن مغربي، بلادي اولا، هنا بلادي هي الاولى، من بعد انا معك في اي حاجه، ولكن مني كتكون ضد الوحده الوطنيه ديالي هنا انتهى الفيلم. اي واحد ولو يكون مغربي، شت يكون مغربي، خويا او الاب ديالي او احد من الافراد الاسره ديالي، كي نشوفو ضد الوحده الوطنيه ما غاديش نتفاهم معاه، وما بالك بواحد اجنبي. يعني انا كمواطن مغربي ولو يكون خويا منشق ومنفصل على الوحده الوطنيه ما غنرحموش، يعني ما غنمشيش معاه في الطريق، ما غنعقلش عليه. هنا غادي تقطع صلاة الرحم بيني وبينه، غنقطع مع العلاقات وما تبقى لا هادي لا ديك، ما كاين لا اخ ولا اخت. انا استغرب في هذا الامر، كاينين شي غير يقول لا خصك تفهم القضيه غير هكا وانت خصك تكون هكا. انا معاك انت مظلوم، انا معاك، ولكن كيفاش انا معاك وانت ضدي؟ ما يمكنش نكون انا معاك وانت ضدي، ما يمكنش، ما يمكنش. ما كاينش شي سوق هنا في المغرب، ما كاينش شي محل تجاري هنا في المملكه المغربيه ولا هذا ما تلقاش فيه الصندوق ديال الدعم قضيه الكوفيه هذه. يعني الا كنتي انت كمواطن مغربي واقف مع واحد الانسان وكتدعمه ماديا ومعنويا ومعاه قلبا وقلبا وتخرج الشوارع والوقفات الاحتجاجيه والكارثه الكحله، ويجي هو ويبدا يضمن لك مع واحد الانفصالي، هذا امر صعب وصعب جدا. والله العلي العظيم اقول لكم شيئا والله شهيد على ما اقول، ان بدات شكوكي في هذو اصحاب الرؤوس البيضاء، اقسم بالله العلي العظيم ان شكوكي بدات تزداد يوما بعد يوم في هؤلاء اصحاب الرؤوس البيضاء.